اليوم حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته حفظه الله للمملكة الأردنية الهاشمية، وفور وصول خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ميدان الراية، رافقت الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي الأردني، فيما أطلقت المدفعية 42 طلقة تحية بالمقدم الميمون للملك المفدى. وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك الأردن مكانهما في المنصة الرئيسة للاحتفال، عزف السلامان الملكيان السعودي والأردني، فيما حلقت طائرتان عموديتان من أمام المنصة الرئيسة ترفعان علمي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك الأردن والحضور عسكرية متنوعة شملت استعراضات لمجموعة من الفرسان وتشكيلات للمشاة الصامتة بالسلاح وقفز حر لثمانية مظليين، بالإضافة إلى عروض للمشاة والهجانة والخيالة.
بعد ذلك ألقيت قصيدة حوارية بعنوان أحرار الدار. بعدها قدمت مجموعة من الطائرات الأردنية الحديثة عروضا جوية بهذه المناسبة. عقب ذلك قلد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قلادة الشريف الحسين بن علي التي تعد أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية تمنح للملوك ورؤساء الدول. ثم عزف السلمان الملكيان إذانا بانتهاء حفل العرض العسكري الأردني بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية للأردن. الملك المعظم يعيش جلالة الملك المعظم.